أسعد الله أيامكم وأوقاتكم أحبتي. أريد أن أتحدث عن شيء هام جدا كنت قد نشرته وفضلت أن أنقله بصوتي وبحماسي أيضا وبعواطفي وبقلبي. ما هو الأخطر من الكورونا؟ ما هو الأخطأ من كل الأوبئة؟ بنظرة بسيطة أحبتي، يبدو الوضع كارثيا عندما نتحدث عن إصابة واحدة في مدينة ووهان الصينية قبل 100 يوم تقريبا، أضحت اليوم ما يقرب من 1,000,000 إصابة، من 1,000,000 إصابة، إصابة واحدة موزعة على سكان الأرض مع وفيات تجاوزت 50,000 في حالة تشبه التفاعل النووي الانشطاري الذي يتم على نفس المبدأ. يرافق هذه الحالة المتوترة شلل ينذر بموت من نوع آخر وهو الأخطر، والجوع والتدهور النفسي والفوضى بل وأكثر. وأنا هنا لا أريد أن أصل إلى ما هو الأعظم، إلى ما هو الأعظم تدميرا من هذه الجائحة الإنسانية، لأنني آمل أن لا تحدث وآمل أن لا ترتكب الإنسانية حماقتها ثانية ومن جديد. منذ أن بدأت تصل أخبار الفيروس هذا صارت تصل كل منا شائعات واتهامات متبادلة وأفكار تصل أفكار بعيدة تماما عن العلم والحقيقة. تلك الاتهامات والشائعات التي وصلت من بعض الأطباء وخاصة النصف متعلمين والصحفيين أبواق مموليهم والسياسيين ذوي الأغراض الاستبدادية الذين لا هم لهم غير السيطرة على مساكينهم، ومثلهم في هذا أرباب الأفكار التي تؤمن بأنها دوما على صواب والآخرون دوما على خطأ. من تلك الشائعات والاتهامات أن الشعوب تختلف في عاداتها وسلوكها، وبالتالي فإن أسباب الوباء نتيجة عن سلوك شعب معين، ومنها أن الناس بدأوا يتحولون دينيا من مكان إلى آخر لثبوت أن دينا ما يحميه الله والآخر هو موضوع نقمة على أعمال لا ترضيه. لطالما قرأت وسمعت ادعاءات تقول إن ساعة استبدال الناس بالناس قد أزفت، أن الله قد قرر أن يستبدل الناس لأنهم لم يكونوا على السوية التي أرادها لهم. لن أناقش هذا الأمر لأنه لا يستحق النقاش أساسا. لا أريد أن أتدخل في البراهين على صحة ما يقول هؤلاء وما يقوله آخرون، فهذه ليست الهدف من هذا المقال. أنا لا أريد أن أناقش هذه الأمور، أنا أريد أن أناقشها واقعا منطقيا علميا اجتماعيا فيه مصلحة الإنسانية. إن الرؤية التي ينطلق منها معظم الناس في كل الأرض وكل الدول وكل المفكرين والأطباء والمبدعين هي أننا جميعا في سفينة واحدة. تذكرني هذه القضية بسفينة نوح، عندما جاء الطوفان اجتمع كل الناس والبشر والحيوانات أزواجا أزواجا، أخذهم نوح معهم من أجل الأمان. من يظن أنه في منأى عن الكارثة فهو واهم، وأن يعتقد أنه أكثر ذكاء من باقي الشعوب فهو مختلق، وأن يدعي أنه في قاع السفينة أو في درجتها الأعلى فهو غارق مثل غيره. عندما تنهار الطواقم الطبية في بلدان لديها تجهيزات لعشرة آلاف حالة عناية مركزة
فمن المؤكد أنها ستنهار في البلدان التي ليس لديها سوى عشرات. عندما تنهار المستشفيات في البلدان التي لديها إمكانيات هائلة، فهي بالتأكيد ستنهار فيما لديها دون ذلك. دعونا إذن نستبعد أسلوب الشماتة، فهو استصغار لأنفسنا قبل غيرنا، وكلنا خلق الله. لو انهار الطاقم الطبي فهو البداية لسلسلة رهيبة من الانهيارات، انهيار الخدمات، ثم انهيار الاقتصاد، وتفشي الجوع والصراع والجريمة، ثم سنشهد أنواعا جديدة من الموت والحروب لا مثيل لها. لكن إذا قلنا إن هذا الوباء علمنا وجوب التضامن الإنساني، فهذا يتناقض ونظرية إلقاء اللوم على الآخرين واستغلال الكارثة الإنسانية من أجل مصلحة خاصة قد لا تكون مصلحة حقيقية. فالأمور بنتائجها دوما، والنتائج الكارثية لن تستثني أحدا. لطالما سمعت بادعاءات بإيجاد حلول ناجعة بخلطة شعبية أو بفتوى طبية بدائية أو بتعويذة أو حتى بدعوات وصلوات أو رقية. مفيد جدا أن يكون هناك إيمان إيجابي وبارتياح نحو المستقبل، لكن من أكبر الأخطاء أن ندعيه لفئة دون أخرى. الوباء فاجأ العالم، وكل تطور علمي يحتاج إلى تجاربه والتأكد منه على مدى نهج حقيقي يحتاج إلى وقت، حيث تكون هناك فيه ضحايا كثيرة. لكن هذا لا ينفي الأمل بنجاح الإنسانية في قهر المضر، في قهر المرض، في نهاية المطاف، كما نجحت قبل ذلك في قهر أمراض كثيرة أو أكثر خطرا عبر التاريخ منذ قبل الميلاد بآلاف السنة. لكن أحبتي، من الذي سيحمي البشرية إن هي وقعت فيما هو أخطر من الوباء؟ إنما هو أخطر من الوباء هو انهيار جبهة الصراع الإنساني مع المرض. لا يمنع ثقب السفينة من الغرق عندما يتم ثقبها من مقدمتها أو من وسطها أو من مؤخرتها. إن محاولة إشعال حروب فكرية هو خرق للسفينة الإنسانية. إن إرهاب الناس هو خرق للسفينة أيضا. إن تبادل الاتهامات هو خرق للسفينة. إن الخروج على تعليمات الخبراء والعمل على الفوضى حتى عبر التصرف الفردي هو خرق للسفينة أيضا. إن التجارة السوداء على حساب الناس هي خرق للسفينة، وأي فرق؟ هذه الخروقات لا شك وبدون أي احتمال آخر ستؤدي إلى فوضى عارمة وإلى حروب كونية أكبر مليون مرة من الكورونا. دعونا ننظر. قضية العزل التي تقوم بها الحكومات إجراءات مفيدة جدا، ستكسر الخط البياني المتصاعد للوباء. ما فعلته الصين كان خطوة هامة مبشرة. ما يجري من أبحاث في فرنسا ومؤشرات نجاح لبعض العقاقير من مركبات الكينين. ورق الكينين يحتوي على نوع من السموم يستخدم دواء. هذا الدواء المستخدم من الكينين هو لمحاربة الملاريا. وجد العلماء أن ربطه أو مزجه بدواء آخر يفيد في حالات الكورونا. الأبحاث في ألمانيا هادئة وجادة. العالم كله بأعظم مؤسساته مثل باير وكوخ وباستور والمركز الجرثومي الكبير في الصين والمؤسسات المتخصصة تجهد في محاربة هذا الوباء.
جميع أنحاء العالم التخصصي، وليس الشيخ فلان ولا الطبيب فلان، كلهم يعملون. إن الخلاصة الحقيقي يتمثل في إيجاد لقاح لهذا المرض. قد يتأخر هذا وقد تكون هناك ضحايا، لكن هذه هي ضريبة عن الضريبة التي تدفع من أجل الإنسانية كلها. كل دول العالم تتعامل بجدية، فلا يجوز لنا أن ننتظر دجالا أو تاجرا ليعلمنا، لا يجوز أن نستمع إلا لمؤسساتنا الصحية في بلدنا وفي العالم، إلا للمراكز التي عندها تاريخ حقيقي. أحبتي، أريد أن ألخص الوضع عبر طرفة بسيطة لكي نخرج بابتسامة ولا نخرج وكلنا حزن. تقول أم عبد لجارتها وكل منهما في شرفة بيتها حيث الحجر الصحي قائم، كل واحدة تجلس في بيتها ومن النوافذ يتحدثون. تقول أم أحمد بصوت مرتفع لا يوجد أحد في الشارع: الله يأخذ الطليان والأمريكان والألمان والصينيين والروس والإسبان واليابان، كلهم كفر، هن سبب المصيبة، الكفر هو اللي سوى لنا المصيبة. تجيبها جارتها من شفة بيتها: لا يا جارتنا، لا لا ما بصير، هيك غلط. ترد أم أحمد قائلة: ليش غلط؟ شو في جدعين عليهم هذول الكفار؟ فترد عليها جارتها بحماسة منقطعة النطير: لا يا أختي، خليهم بالأول يجيبوا الدواء ويدبرون للدواء ويدبرون للوضع والصح، وبعدين مدي عليهم على راحتنا، نحن الله بيستجب لنا. لا أدري إن كانت هذه الطرفة التي أنا قرأتها في صفحات التواصل الاجتماعي من بعض الأصدقاء تعني شيئا، أنا أعتقد أنها تعني الكثير. عندما نقلع عن أن الله خلقنا شعبه المختار، إن كنا نحن أو النازيين أو الصهاينة أو أي بشر في الدنيا يقتنع بأن الله خلقه متميزا عن غيره، فهذه كارثة. أنا أؤمن بأن الله هو إله الحب، إله العدل، إله الإنسانية، لا يمكن أن يكون غير ذلك. وبالتالي نحن من خلقنا، وهو يقول: رب العالمين ورب الناس ورب الرحمن الرحيم، أتريدونني أن أصدق عكس ذلك؟ المهم هو أننا في قارب واحد مع كل الإنسانية، ولا يظنن أحد أنه مستثنى اليوم أو غدا، وأنه أسير وفضل وهو الناجي وغيره الهالك. كلنا في سفينة واحدة. عندما اهتز وضع المناخ وأصبحت هناك كوارث جديدة، تسوناميات جديدة وعواصف جديدة وارتفاع حرارة وهبوط حرارة وجوائح وجائحة وإلى آخره، فنحن من أذنبنا. ونحن أعني بها كل البشرية، لا أحد أفضل من أحد. أتمنى لكم السلامة أحبتي، أتمنى لكم الحياة الجميلة.